وفي سياق آخر، اطمأن جلالة الملك عبد الله الثاني على كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة وعلى المصابين منهم جراء القصف الإسرائيلي الأخير في محيط المستشفى والذي أصاب عددا من أفراد كادره الطبي. وأكد جلالته خلال اتصال هاتفي أن الاعتداء على الكوادر العاملة في المستشفى الميداني جريمة بشعة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم. كما جدد جلالة الملك التأكيد على دعمه للجهود الجبارة التي تقوم بها كوادر المستشفى في خدمة وعلاج الأشقاء في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، مشددا على أن هذه الجهود جزء من وقوف الأردني المستمر مع الأشقاء الفلسطينيين. وكان أصيب 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء قصف إسرائيلي أثناء محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلهم إلى قسم الطوارئ. الحمد لله على سلامتكم للأسف صارنا فترة بنحاول نتواصل معكم، فطمني عليك وعلى نشامك في المستشفى الميداني كيفهم؟ الله يسلمك يا سيدي، الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. احنا سيدي الحمد لله بخير وفضل، الحمد لله، ومعنوياتنا عالية، والإخوان المصابين قدمنا لهم العلاج، والآن إن شاء الله عن القريب العاجل بتعافوا وبتشافوا إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله بتسلم لي على الأبطال المصابين وبتمنى لهم جميعا الشفاء العاجل وكل الدعم لك سيدي وجهود في جهودكم الجبارة من في خدمة وعلاج إخوانا في غزة من ضحايا العدوان الإسرائيلي، وهذا جزء من وقوف الأردن المستمر مع إخوانا في فلسطين. الله يسلمك يا سيدي، الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين، احنا بخير سيدي ومعنوياتنا عالية، وإن شاء الله منوصل الرسالة الملكية السامية بالوقوف إلى جانب إخواننا في غزة إلى أن تنتهي هذه الحرب إن شاء الله يا سيدي. إن شاء الله إن شاء الله. والاعتداء على كوادرنا الطبية كانت جريمة بشعة، وسنتخذ كل الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا الهجوم. أنا وحسين إحنا معكم، وكل الأردنيين فخورين فيكم، نشام الجيش العربي ما شاء الله، الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية. الله يبارك فيك يا سيدي، الله يسعدك ويطول عمرك ان شاء الله ويخليك ذكر لهذا الوطن والجيش العربي ان شاء الله سيدي. تحياتي للنشامة، معنوية عالية، وبنشوفكم ان شاء الله بوطنك جدا. ان شاء الله سيدي يوصل سلامك، والان انا راح اوصل سلامك سيدي للجميع. الله حييك، معنوياتنا دائما. الله حييك، سلم لي عليهم ودير بالك على حالك، واي شيء بدكم ضلكم على اتصال معي. الله يقويك يا سيدي، الله يقويك جلالتك، يعطيك العافية. شكرا، الله يعافيك، الله يعافيك يا سيدي.